سؤال الرابع أدب، تضم قائمة أفضل 100 رواية عربية إحدى روايات الكاتبة رضوى عاشور، فما هي؟ صدرت 1994، رضوى عاشور كتبت إيه؟ محدش جاوب. رحاب عارفة طبعا الإجابة، ما هي أدبي بقى. أيوه. إيه يا رحاب؟ ثلاثية غرناطة. ثلاثية غرناطة طبعا يا رحاب صح. مفيش إجابة من عيلة جعفري ومفيش إجابة من عيلة عبد الله، ولكن عيلة عبد الله هتاخدوا 25 نقطة لأن أنتوا معاكوا هدفين. عيلة عبد الله النتيجة اتغيرت 65، عيلة عبد الله توفيق 110، عيلة الجعفري. رجعتوا تاني في المباراة، الأمل موجود. موجود. ضعيف ولكن موجود. موجود. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة.